اليوم متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر في صفحة شوف تي في اون ديريكت، نتواجدوا مع شابة اللي تدمرت حياتها بسبب العائلة ديالها وبالضبط الخال والخالة اللي كانوا السبب ديالها انها في التشرد، انها تعيش الحالة التشرد وانها تعيش كذلك يعني الليل والمشاكل ديالو. نخليوها هي على لسان ديالها تحكي هذا يعني المعاناة ديالها، لان بعد الوفاه ديال الام ديالها تكلفوا بها اخوالها ولكن دمروا لها حياتها كما تقول. نخليوها هي تحكي لنا القصه ديالها. يعني اختي، من نهار الوفاه ديال الام ديالك قلتي لي بانك تعرضتي للاغتصاب من طرف الخال ديالك، تفضلي. تعرضت للاغتصاب من طرف الخال ديالي على 5 سنين، ومن بعد بديت نكبر، بديت نعرف شنو كاين، بانه راه كيتعدى عليا، وهربت من دارنا على 15 عام، وتشرد وتلاقيت مع خالتي وداتني عندها للدار وقالت لي، علمتني الكميل قارو، قالت لي خرجي جيبي لي الفلوس، خرجي جيبي لي الفلوس. تنخرج كل ليله كنعاني من مشاكل ديال الليل وشراب، وخرجت لي على حياتي ودمرت لي حياتي كلها، ما نسمحش لها على دنيا لا اخره. وانا دابا كنعيش واحد الحاله ديال التشرد، وما عندي حتى شي واحد اللي يعتقني، وعائلتي كلها تخلات عليا كلهم، وعائلتي كلهم حتى شي حد ما محتاج شي حاجه، كلهم لاباس عليهم وكلهم تخلاو عليا، وكلهم عارفين بان وقع ليا هذا الشيء هذا مع الخال ديالي. نعم، يعني دروك تبدلات لك الحياه ديالك كلها هي، ودروك انت تحتي في علاقه غير شرعيه وحملتي من وراها، ولكن هادشي كلشي السبب هو العائله اللي ما حماوكش وما حضنوكش وما عيشوكش باش انك تعيشي حياتك بحالك بحال الناس. عائلتي هما سببي في هادشي، عائلتي. انا تغتصبت في دارنا، انا ماشي بنت الشارع ولا بنت الزنقه، انا تغتصبت في دارنا وكلشي وقع ليا من عائلتي، كلشي، وحتى شي حد ما رحمني، حتى شي حد ما رحمني. ودابا كريايي بيت مع الجيران في تيجي يوسف، وعايشه واحد المعاناه بزاف، وهي كنطلب، كنخرج هي تنطلب، ما عنديش اللي يعطيني شي حاجه، ما عندي اللي يعطيني حتى شي حاجه، وحياتي تدمرت ليا كلها بسببهم، كلها بسبب عائلتي. نعم. انا عائلتي هما اللي عيشوني هاد الحياه هكا. ونسولك، يعني ما حاولتيش انك تمشي عندهم باش انك تغيري هاد الشيء، وانا ترجعي للعائله وتبقي في الحضن ديال العائله؟ مشيت عندهم، تيجريو عليا كلهم، كلهم تيقولوا لي سيري في حالتك، انت ما كنعرفوكش، انت ما كتجيناش، انت ماشي من عائلتنا، انت ما كنعرفوكش. ما عدا خالتي وحده اللي كاينه في ليبيا هي اللي تعاونت معايا وقالت لي عيطي لشوف تي في باش تصوري داك الشيء ويعرفوك الناس شنو واقع ليك، بانك انت ما تغتصبتيش في الزنقه، تغتصبتي في وسط داركم. نعم. وكي تشوفي انت دروك حياتك في هذا الشيء، تشوفي ان حياتك ضاعت، انت دروك عندك بنيه كي قلتي حامله ببنيه وعلاقه غير شرعيه، يعني بسبب هذا الشيء كلشي لخوالك اللي داروا لك هذا الشيء؟ بسبب عائلتي، بسبب عائلتي، حتى شي حد ما دار لي، عائلتي دارت لي هذا الشيء، عائلتي اللي عيشتني هذا الشيء، هذا عائلتي هما سببي في هذا الشيء، باش عايشه كل عائلتي هما اللي سببي في هذا الشيء، هذا حتى شي حد ما سببي فيهم غير عائلتي. نعم. وكي تشوف انت دروك حياتك كلها هي دروك واش ضاعت؟ يعني ما عندكش مستقبل وعندك بنيه دروك تتسنيها، يعني اش تنتظري؟ حياتي ضاعت لي انا، حياتي ضاعت، مشات لي حياتي. دابا راه عندي 31 عام، مشات لي حياتي، مشات لي حياتي. انا كنطلب من الناس يتعاونوا معايا، الله يجازيهم بخير، حيت ما عندي حتى شي حد اللي يوقف معايا، عائلتي كلها تخلات عليا، لا خوتي لا خواتاتي لا خوالي، كلشي، حتى شي حد ما بغاني، كلشي تيقول لي سيري في حالتك، ما تجيش عندنا، ما تنعرفوكش، انت شكون انت؟ برانيه علينا، كلشي تيقولها لي عائلتي كلها، حتى شي حد ما بغاني، حتى شي حد ما كيسول فيا، وعمر شي حد ما سول فيا. والاب ديالك كاين الاب في العمر؟ لا، الاب ديالي متوفي، هو الام ديالي. وعائله الاب كاينه في الحياه؟ كاينين، ولكن ما كنعرفهمش بزاف، حيت الام ديالي تلقات من بابا في واحد سميتو، ما كناش نمشيو عندهم بزاف، ما كنعرفو. وشنو هو النداء ديالك لله؟ شنو النداء؟ كنطالب المحسنين يتعاونوا معايا، حيت ما عنديش اللي يوقف معايا، وما عندي حتى شي حد. نعم. ما عندي حتى شي حد اللي يوقف معايا، وعائلتي كلها تخلات عليا، كنطالب الناس يتعاونوا معايا ويوقفوا معايا، الله يجازيهم بخير. نعم. اذا كما تابعتوا معنا متتبعي قناه شوف تي في، يعني هذا الشاب هذه اللي كانت سبب ديالها العائله ديال الام ديالها اللي غيرت لها حياتها،
يعني ودمرات حياتها، ولات عايشه حاله التشرد بعد ما فرضت عليها الخاله ديالها انها تخرج الليل، يعني وتولي انه تعيش الحياه ديال الليل. واليوم تشوف ان السيده هذه طاحت في علاقه غير شرعيه، ولات حامله وعندها بنيه الان، وتشوف ان حياتها كل يوم تدمرات بسبب عائله ديال الام ديالها. وهي الان تتناشد المحسنين وذوي القرب الرحيم انهم تدخلوا باش يعتقوا، يعني ترجع يعني تعيش الحياه الكريمه بحالها بحال الناس. اذا شكرا لكم وتحياتي لكم من خلال هذا المباشر متتابعي قناة الشفية.